مرحبا بكم أصدقائي. الفيديو الجديد اليوم سوف أريكم طريقة للحصول على فيديوهات بدون حقوق طباعة ونشر تصل دقتها إلى 4K للناس التي تستخدم الناس التي لا تريد الظهور في الفيديو أو تظهر في الفيديوهات وتحتاج خلفيات التي تحتاج خلفيات لمواضيعهم أو صور أيضا. الموقع يوفر لك صور وفيديوهات مجانا بدون حقوق الطباعة والنشر. ابقوا مع الشرح. موقع اليوم هو موقع بيكسباي، سوف تجدون رابطه في الوصف تحت الفيديو. هذه هي واجهة الموقع، يوجد به الصور كما ترون. مثلا أود أن أقوم بتحميل هذه الصورة، أقوم بالنقر فوقها ومن هنا نقوم بالضغط على تيليشارجي غراتوي. إن أردت أن أقوم بتحميلها بأعلى دقة يجب أن أقوم بتسجيل في الموقع، ولكن يوفر لي الموقع أن أقوم بتحميلها بدقة منخفضة قليلا ولكن بدون تسجيل في الموقع. يمكن تسجيل في الموقع مجانا بدون أي مشاكل، أنا فقط أود الشرح إذا لا أقوم بتسجيل في الموقع. الضغط على تيليشارجي، من تم الضغط هذه أنا لست ضربة روبوت، ثم الضغط على تيليشارجي. كما ترون رغم أني لم أقوم بالتسجيل في الموقع حملت الصورة بدقة جيدة. الآن نمر إلى طريقة تحميل الفيديوهات. أضغط على واجهة الموقع للرجوع إلى الصفحة الرئيسية. هنا نضغط على فيديوز. كما ترون يوجد عديد من الفيديوهات بدقة جيدة جيدة. مثلا أنا سوف أقوم بتحميل هذا الفيديو، أقوم بالنقر فوقه ثم أقوم بالضغط فوق تيليشارجي غراتوي. مثلا أريد أعلى جودة للفيديو، نعم أقوم بالضغط هنا ثم الضغط على تيليشارجي. الفيديوهات يمكنك تحميلها بأعلى دقة بدون تسجيل في الموقع. الصور فقط يجب إن أردت أن تقوم بتحميلها بدقة عالية يجب تسجيل في الموقع. كان هذا هو شرحنا لليوم، أتمنى أن يعجبكم وتستفيدوا منه. لا تنسوا الضغط على لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، ورابط الموقع سوف تجدونه في الوصف.